الله لا يحرمنا منك وطول بعمرك. الله يرضى عليك يا نعمة خانو، لولاكي ما كنت بعرف وين بدي اترك ابني. ما مر يوم وحسيت انك فرقتي بين اولاد بطنك وبين ابني يعقوب. حبيتيه مثل اولادك وربيتيه كانه ابنك. طبعا انا رح حبه وسعره بسعر اولادي زياد بيك. بالنسبه الي عمران ابني ومريم بنتي ويعقوب مثله، بعمري ما فرقت بيناتهم ابدا. امي شو عم تعملي عندك؟ تعي ننزل. عم نادي لجدك وستك لينزلوا. تفضلوا السفرة جاهزة، اجيت نادي لكم. سبقونا رح نلحقك. طيب ماشي. شكرا. نعم يا عمي. وشك مثل الليمونة، في شي يا بنتي؟ ما في شي، جوعانة. أهلين وسهلين ديما خانو. عمران بيك بمكتبه؟ لا، بغرفة الاجتماعات. عنده حدا؟ سرحان بيك المحامي، إذا بتحبي انطريه بمكتبه بس يخلص بخبره. أنا رح شوفه هلأ، أكيد ما له اجتماع مهم. ما بتسمعي كلمتي، هاي وجعك ظهرك. دخيلك بلا مبالغة أمي. رحتي لحتى تطمني على زياد بيك وعلى صحته، بس ما كان لازم تتعذبي، هاي نتيجة أفعالهم والله عم يعاقبهم. هلا صار دورك لتكوني انتي القويه. طمن لي بالك، ما رح اتراجع بنوب لاوصل لهدفي. ايه هذا اللي بتمناه. لنشوف. كيف هي تاخذ الولد؟ باي قانون؟ عمران بيك، اذا رفعنا دعوه تزوير الاسم واثبتنا ان مانا زينب كاراكوي وانه اسمها الحقيقي رفيف، المحكمه رح تطلب فحص دي ان اي. بهالحالة بتنكشف هوية رفيف خانم الحقيقية وبيصير فيها تاخد الولد، لأنه المحكمة بتمنح الحضانة للأم بهالحالة. بس في نقطة كتير مهمة سرحان. شو هي؟ لما نثبت أنه رفيف خانم نفسها زينب رح يتهموها بالتزوير وتنسجن، بهالحالة ما رح يحكمولها بحضانة الولد. بهي معك حق عمران بيك، وبالقانون القصة ما رح تخلص هون، ما فينا ننسى شيء اسمه الحق العام. تمام، اختصر، شو بيقول القانون؟ جريمة الاحتيال والتزوير عقوبتها ما بتقل عن 10 سنين، ورفيف خانم عايشة كل هالفترة باسم مزور واستخدمت هالاسم بعدة معاملات، بهالحالة العقوبة رح تتضاعف. برأيي القصة بدها تفكير كتير. رفيف، في شي أنا لازم أقوله. ايه وشو هو؟ انتي هويتك مزورة، خاف تعمل لك مشاكل. محمود قال إنه عمل كل شيء حسب الأصول. ليكي شغلتي بالي، شو ممكن يصير هلأ؟ ما بعرف، بس من وقت ما ظهرتي ما ضل مصيبة وما وقعت على راس عيلة يوروقان، خايفة يركضوا ورا هالقصة. يعني هن شو بدهم يعملوا أكتر؟ ضل شيء وما عملوا فيني؟ بكفي إنه ابني ماله بحضني. خلص إن شاء الله ما بينتبهوا لهي القصة أبداً. صحي، ما حكيتي لي شو صار لما شفتي عمران؟ شو بدي أقول؟ أنا متوقع هذا الشيء من زمان، عمران خلص نسيني وأنا لازم أنساه. اجتماع عمران ما خلص لهلأ، تقاسموا هدول أنتو. شكراً إلك مدام. صحتين على قلبكم. مع السلامة. ماشي عمران بيك، رح نفذ كل شيء بالحرف. ايه أكيد، بالإذن منك. بالإذن منك. اترك الملف. تأمرني بشي تاني غيره عمران بيك؟ لا سرحان، يسلموا.
هيك لكن يا رفيف. ماشي. يهديك العتمة، مصدر قوتي الوحيد هو ابني. كنت عم بدعي كل الوقت وما كنت شايفة قدامي، بس بعدين انت دخلت على دنيتي ونورتها. منيح انه ما تركتنا، منيح. صغير عمران. ايه صغير بس معجزة كبيرة. حبيبي لا تبكي، لا تبكي. ليكي مراد هون معنا. لا تخافي حبيبتي، هو بخير وانتي كمان جنبي. بس أنا بعرف إنه رح نتعذب كتير بحياتنا، بس طول ما نحن سوا ما في شي رح يكون صعب علينا. بعرف بعرف. رح حط الأكل بالحديقة، الطقس حلو كتير. تمام خلص روحي بشوف مين. مساء الخير، السيدة زينب جاكر كاراكوي موجودة؟ مين على الباب بنتي؟ خير حضرة الضابط، مين بتكون؟ زينب جاكر كاراكوي مين بتكون ليلي؟ أنا زينب. في شكوى بحق حضرتك. شكوى بحقي أنا؟ شكوى شو؟ يعني مين وليش يا ترى حتى يشتكي على بنتي؟ قمتوا بعملية تزوير، التفاصيل بتعرفوها بالمديرية. هدول عم يربحوا مبالغ مرعبة وبتخوف. لك فيصل، هاي أحسن شغلة عملناها.
هلا لا تعمل لي حالك تفهم بهالقصص. لا ما فيكن تاخذوا لي بنتي، ما بصير تاخذوها وتتركوني هون. فيكي تلحقينا يا خالي. لا اتركوا بنتي، بنتي بريئة، اتركوا بنتي ببوس ايديكم دخيلكم. شو عم يصير تحت؟ يلا اركض الحقوني، رح ياخذوا لي بنتي، رح ياخذوا لي بنتي. محمود محمود رح ياخذوا رفيف، الحقني رفيف رفيف رفيف. اخذوا لي بنتي رفيف، اخذوها. امي شوفي شو اللي عم يصير، احكي يلا. ما بعرف، في حدا مشتكي على بنتي. مشتكي؟ شو هي مشتكي؟ تزوير او هيك شي قالوا، ما فهمت. محمود دخيلك روح خلص لي بنتي. اكيد عمراني اللي عملها، قليل الشرف اشتكى عليها. الله يستفيد فيك عمران يا رقان. ماما ابي اخذ الدواء بوقته، ما هيك؟ ضل حبه بعد الاكل. اذا بتحبي بيطلع بجيبه لياخذ الدواء بوقته. لا لا عادي انتي بنتي، أنا بعطيهم بس يصير وقته. بعدين أنا وأبوكن موعدين بعضنا من زمان، بتتذكر زياد بيك؟ يلي بيوقع بالأول التاني رح يدير باله عليه ويهتم فيه لآخر لحظة بعمر، لحتى ما نكون تقال على حدا من هالعيلة. شو هالحكي يا أمي؟ قد ما كبرنا بتضلوا تاج على راسنا، وإذا اضطريت أنا ممكن أحمل بابا على ظهري. الدكتور قال رح يعمل له العملية بعد شهر، بابا رح يتحسن إن شاء الله. إن شاء الله. الشوربة ما لازم تكون سخنة. ما أنا سخنة ديما خانو. المخلوقة ما غلطت. أنا أعصابي تعبانة عمران، أنا كمان زعلانة على عمو زياد، وبعتذر إذا كنت ضايقتك. يعني هذا اللي معصبك؟ ما في شي تاني. بهداك اليوم، بقصد اليوم اللي وقع فيه بابا، أنت طلعتي وراه بسرعة، الشباب اللي على الباب شافوكي وكنتي متوترة كتير. شو حكيت وقتها؟ وليش طلعتي ورا؟ لا يوم رحت على الكوافور ما حكينا شيء ابدا. انت تعبت زياد بيك؟ لو بتنطق بشي كلمه حابه اسمع اسمي منك. بما اني عم اسالك وما عم تجاوبي، بهالحاله رح نستنى المحامي. ايه المحامي هو اللي رح يجاوبكم. انا زينب كاراكوي وما عندي شي تاني اقوله. لو كنت مكانك بعمل نفس الشي، بس الاتهامات الموجهه لحضرتك كتير خطيره وشكلك انك وقعتي بورطه. الاحسن انه ننتظر محامي حضرتك. الله رح ينتقم منكم كلكم، من ظلمكم، من حقدكم. رح يرجع مثل الأول، وبكرة بتشوفه رح يتحسن. انت قوي يا بابا. ايه طبعاً طبعاً. لسه لهلأ ما عم استوعب. يا ريت تجاوبني يوم ليش طلعت من البيت معصب ومتضايق. ليش رح يكون بنتي؟ من لما رفيف ظهرت ما خلت حدا إلا متضايق ومعصب، من كتر الهموم حمل حاله وطلع شوي، فكر انه بيرتاح وبيغير شكل. بس اللي لهلا ما فهمته، ليش ما خلى الشوفير يروح معه؟ ليش اصر يطلع لحاله؟ يعني هاي النقطه محيرتني، ليش تصرف بهالطريقه يا ترى؟ لانه غصون قالت انه لما طلع كان مستعجل كتير. اتصل بعمران اخر شيء وقال له رح يلتقوا بالكوخ، ما هيك عمران؟ قال له رح يحكي له شيء مهم وعلى التليفون ما رح يمشي الحال. ايه ما حدا فيه يعرف، عمي كان معصب ومتضايق كتير ومزعوج بهالفترة. كل شي صار سببه هديك البنت، ما ضل مصيبة بالعالم ما وقعت فوق راسنا.
حرقت ودمرت عيلتنا وهي عم تتفرج. عم تحكوا نسيانين انه ابي قاعد معنا؟ عندك حق يا ابني، لا تاخذنا. يا خالتي يا مدام، ممنوع جماعة بيتعطوا. شوفي يا بس تركيني خبرهم. يا مدام غصون جلنار، طالعوا الولاد. بما انه هالمخلوقة هون رح تعيط وتكسر. بس تركيني خبرهم. بعد عني يا عثمان، اتركها. يا عيب الشوم عليك، لشو بدك توصل؟ كرهك لبنتي خلاك تشتكي عليها وتحبسها، شو لسه بدك منها؟ بشو غلطت بنتي؟ ما بكفي دمرت لها حياتها؟ الله ينتقم منكم بأسرع وقت. بس دقيقة، ما فهمت، لشو انحبست؟ شو الموضوع؟ الله ما رح يسكت على ظلمك عمران يورقان، انت كمان رح توقع، وعن قريب رح يجيك يوم تتمنى الموت وما تلقاه. بس وليه؟ سدي بوزك. أمي، ما فيك تحكي مع ابني وتعيطي بهالطريقة، نحن ما بنعرف شو عاملة بنتك لحتى نحبسك. أمي انتي شو ما كانت المصيبة اللي وقع فيها ومع أي زعران متورطة، فيك تروحي وتسأليهم إلهم، نحن عنا مريض بالبيت، رح أطلب لك شرطة إذا ما مشيتي. أمي اهدي شوي. خالي سلطاني، صدقيني ما بنعرف شي منو. ماني مصدقتك، والله رح يحاسبكم على اللي عم تعملوه، لأنه ما بيرضى بالظلم، كل واحد فيكم بده يتحاسب ويدوق اللي دقناه. أمي سلطاني، اتركها ابني اتركها، خليها تروح وتبعد عنا، وحاجة تنادي أمي لوحدة مثل هي. كل شوي بدها تجي لهون وتهددنا. طول كثير هالموضوع، بكفي بقى سكروا عليه، خلونا نشوف حياتنا. آسفين بابا. سرحان شو الموضوع؟ شوف يا عمران بيك، رفيف صارت بالسجن، بس الطلب مع حضرتك. أنا ما اشتكيت عليها، في حدا تاني استغل هالموضوع. قلت لكم ما حدا يشتكي، مين اللي اشتكى؟ محامي حضرتك على الطريق، بيصل بعد شوي. ورغم هالشي بقول لا ترفعي معنوياتك، لأنه الاتهامات الموجهة إليك تقيلة أكثر ما بتصوري. تمام، جاي فوراً. ابني لوين؟ لك اتركها تتبهدل. تسألوا شو عم يصير فيكن؟ عمران وبطولاته السبب. أخ، مين ما كان المشتكي عمل عين العقل. إن شاء الله ما بتطلع من الحبس اللي رموها فيه وتضل قاعدة فيه لآخر عمرها لحتى تخ وتموت. خلص، حاجة تاخدوا وتعطوا، بابا متضايق منكن كلكن، بكفي. يلا مراد، تأخر الوقت، صار لازم تنام. يلا أمي تعي لعبي معي شوي. مراد مالي قدرانة، يلا على تختك. لو سمحتي، من كم يوم شفت حلزون كتير حلو، يمكن يكون في واحد هون كمان. وين لقيت الحلزون مراد؟ الحديقة التانية، أنا عم بلعب شفته، بس سرقته وراح على بيته. أنا ما بحب الحلزونات، حتى ما فيني اسمع اسمهم. يلا بكرة أنت والأنسة جلنار بتدوروا بالحديقة التانية، فرشي سنانك، تصبحوا على خير. وانت بخير. بس انا ماني نعسان. يعني اذا رحنا اشتكينا على رفيف، بقصد اذا رفعنا دعوة، عقوبتها رح تكون 10 سنين على الاقل، ما هيك؟ اذا بتحب بنرفع الدعوة فورا. نعم، زينب كاراكوي اسم مزور، هاد مو اسمها الحقيقي. مثل ما قلت لك بعرف عنوانها، متأكدة انكم رح تعملوا اللازم لتنال عقابها. لا تقلقي ابدا ديما خانو، عمك جمايله علي كتير. بتشكرك كتير، بدي تنحل هالقصة بأسرع وقت ممكن. رح تنفدي من هالورطة رفيف خانو؟
استاذ؟ رفيف رح تطلع من هون؟ اصحك محمود بيك، اصحك تذكر هالاسم مرة تانية. ايه ما رح اذكره مرة تانية، انت رح تطلع من هون؟ الوضع خطير، زينب خانم مستحيل تطلع من المخفر اليوم، بس رغم هيك رح نجرب حظنا. انت شو عم تقولوا لك ها؟ ليش مستحيل تطلع؟ لك شو انا وصفتك عندي وعم بدفع لك راتب كل شهر احكي؟ خلص اترك الرجال عيب عليك، خليه يكمل حكي وانت احكي بشكل مختصر، الرجال دمه فاير. زينب خانم رح تضل بالمخفر اليوم، رح يتحقق معها قدام النيابة العامة، بس ما حكيت شي لهلا. اسمعني منيح، اعمل المستحيل لتطلع رفيف من هالمكان. يلا تمام، انتوا لا تفوتوا وراي، انتظروني. طيب ماشي. اه يا بنتي قديش حظك قليل، من وقت ما خلقت ما عرفت طعم الراحة. ما بصير يا خالتي، ارحمي حالك مشان الله. الآن شوفها صعب كتير سوزان، حياة رفيف تدمرت ونازلي صارت تحت التراب. على هالأيام اللي شفتها، يا الله الصبر من عندك دخيل، اسمك الصبر. ما رح يصير شي ورفيف رح ترجع لهون، رح يقولوا صار في سوء تفاهم ورح يفرجوا عن رفيف أكيد. محمود ما رح يتركها وما بيرجع على البيت لحتى يجيبها. بكفي بك بقى، ما رح نضلهم لا تطلع بنتي من الحبس، رح أمسكها من إيدها وأطلع أنا وياها على البلد. شو يعني بدي انحبس؟ اللي عملناه اسمه تزوير وعقوبته قاسية على أساس حسب الأصول اشتغلته، ومحمود قال لي إنه كل شي عملناه قانوني. وينه؟ ليش ما أجا معك هو؟ ليكو برا، بصراحة أنا ما خليته يفوت. ليش؟ جيت محمود لهون بتعقد الأمور أكتر. يا الله ما عم صدق اللي صار، رح أضل هون؟ أنا ما ضريت أي حدا، ما أزيت مخلوق على الأرض، كل همي كان إنه شوف ابني وكرماله عملت كل هالشي. معناها في حدا فكر إنك أنت اللي أزيتي وهو قدم هالشكوى ضدك. لا مستحيل، أنت أخدتي أكبر حصة من الشركة زينب خانو. أنا كان كل هدفي إني ضمه لابني، وإنت بتعرف شو بدي منه. هذا ما بيغير شي وما بيغير حقيقة إنه حضرتك استخدمتي اسم وتوقيع مزورين. وقديش بدي اتعاقب؟ بتبدأ من 10 سنوات. كيف؟ اسمعني، هالحكي مستحيل يصير، أنا ما ممكن أبقى بعيدة عن ابني كل هالفترة. رح أعمل كل اللي بيطلع بإيدي، بس روقي شوي. طيب إلي شو رح نساوي؟ شو بدي أقول للقاضي لما هو يسألني؟ نحن ما فينا نعمل شي بنو، أنتي رح تضلي هون هالليلة وأنا رح جهز مذكرة الدفاع. القاضي رح يسألك كتير، رح توقفي بكرة قدام القاضي شو ما كان السؤال وصيغته، بدك تضلي قوية وتقولي أنا اسمي زينب كاراكوي، وبدك تضلي عم ترفضي الاتهامات اللي بوجهها، وخلينا ندعي إنه ما يبلشوا بتحليل الخط. نفس كل شي بالحرف، أي شي، بس خلصني من هالمكان، طلعني من هون فورا، طلعني. شو بدك تقولي شكراً؟ ولا شي، بس يا ريت تحطي هالفنجان اللي بإيدك وتقومي تنطي بالمي، بس قبل ما تنطي اربطي كم وزنة برجلك وهيك الغرق مضمون. لا تحكي حكي بلا طعمة شكراً. العصبية طبيعية طبعاً، انتي بتكوني عم تغلي من جواتك. طلعي من راسي وتركيني بحالي. ما فيني اتركك بهالحالة، لك دفعتي لي مصاري لحتى ترتاحي والسيدي صار معك، بس لكي شو صار؟ كل شي عم بيصير ضدي، حبيبك عمران ركض ورا حبيبته رفيف. شو هالضحكة هاي؟ أكيد جنيتي. <تصفيق
أهلا وسهلا. الله يفك أسرك بأسرع وقت. شكرا. وهلأ صار فيك تروحي لحياتك الجديدة، واللي بيطلع بإيدك لا تقصري فيه. بعرف منيح كيف رد عليكم، الأمور مالها بهالسهولة. زينب خانو، أنت صبية صغيرة وحلوة كتير وبنت عز، شو جابك لهون قليلي؟ أكتر شخص بحياتي حبيته، هذا هو الشخص اللي طعني بظهري، أكتر إنسان بوثق فيه. أهلا وسهلا عمران بيك. مرحبا. الأستاذ سرحان اتصل من شوي. زينب خانم بتكوني شريكتنا بالشغل، ودريت إن عندكم. شو صاير؟ في شكوى مقدمة ضدها، تزوير بأوراق رسمية. مين المشتكي؟ ديما يوروقان، زوجتك عمران بيك. راحت عن النيابة العامة واشتكت على شركة حضرتك، والليلة رح تكون ضيفتنا. طيب فيني شوفها إذا سمحت؟ بس ثانية. رفعت تعال عندي. شف لي زينب كاروكوي إذا خلصت حكي مع المحامي تبعها. تفضل. معي ما قبلت تحكي ولا كلمة، لنشوف إذا رح تحكي معك. زينب كاراكوي، في شخص حابب يحكي معك. مين؟ عمران يوروقان. قل له انه ما بدي اشوفه، خبره يمشي وما يجي مره تانيه. شو صار؟ زينب خانم تحولت على النظاره سيدي، بس ما وافقت تشوفه للبيك. انا لازم اشوفها، لو سمحت ساعدني. رفعت، عمران بيك رح يروح معك. شكرا جزيلا. تكرم عينك. ليش رايحة وجاية مثل مكوك الحايك؟ عيد شوي. مين هذا اللي بده يشوفك؟ يلي طعنك بظهرك مو؟ ولا حدا. من هدول يلي مانن حدا. تفضل. روح من هون. شو اللي جابك؟ الصبح قلت تطلعي من حياتي وصرخت بوشي، شو اللي تغير؟ اجيت تشوف لوحتك اللي رسمتها؟ تفضل شوف، شوف منيح، بسببك شوف أنا وين وصلت. هاي لوحتك أنتي رسمتي حياتك، هاي نتيجة خياراتك. ولا شي من هاد كان من خياراتي، من لما خلقته لهلأ، وهالشي أنت بتعرفه، بسببك أنا بهالمكان، واللي كان بدك يا وصلت له. كرمال ما تنهار أحلامك انهارت أحلامي أنا. بكرهك وما بطيقك، ولموت رح أضل أكرهك. روح من هون عمران، روح من وشي، عملك روح من وشي. يا ريت خبرتني إنه الأمور رح توصل لهي النقطة. محمود بيك، زوجتك كانت مطمنة، مع أني كنت قايل لك إنه القصة فيها خطورة عليها. خلص بقى خراس، أنا بعرف شغلي. ليك يا أستاذ، أنا فهمتك شو لازم تعمل منيح، وشغلك بتعرفه. رح أكتب حجة دفاع مقنعة كتير، أنت لا تقلق. طيب عجل شوي، لا تضل واقف.
اوعك تلمسني، لا تلمسني، اوعك تطلع هيك، بعد عني، بعد هيك، لا تلمسني، اتركني. كل شي بتلمسه او بتطلع عليه بتحرقه، وحرقتني الي كمان بسببك. انا هلا هون بسبب احلامك الانانيه، انا هلا بهالمكان. شو صار بالمره اللي خلتني اوعى بغرامه وحبها؟ ليش هيك قلبك صار مليان كره؟ وعم تسال شو اللي صار لي؟ اساسا انت اللي تغيرت. انا مثل ما انا، بس انت اللي تغيرتي. قلبك صار مليان بالحقد والكره. صار مثل قلبك تماما، بس انت اللي طلعت كسبان. هاي خلصت مني وحطتني بالحبس كمان. لا تتغابي واسمعيني منيح. شوفي، اوعك تقول اي كلمة. مفكر انه رح ارجع صدقك؟ انت صرت مكشوف كتير منيح بالنسبة لي. رح اطلع من هون باي شكل، ورح اخد مراد منك. عم تفهم؟ انا رح اخد ابني منك. كل يوم عم يمرق علي وانا مقهورة انه ابني ماله معي. صدقني مثل ما عذبتني انا رح عذبك، ورح دفعك الثمن غالي. هيك لكان معنات عملي اللي بدك اياه. بالنسبة لي أنا ما عاد عندي شيء لحتى أقوله. وبالناقص بلا هالكلام، وأنا ما عاد بدي أشوف خلقتك هون بدون مفهوم، ولا حتى بدي أسمع صوتك نهائيا. وهلأ أمشي، عم قلك إن إلا عمران، حتى ما عاد بدي هون اسمك على لساني. روح ولا بقى تجي لهون مرة تانية. عم حزرك وعاك تفكر تجي لهون. سمعتني؟ بكرهك ما بطيقك، ما عاد بدي أشوف وشك طول حياتي. لا بقى تجي، بكرهك ما بطيقك. لك آه يا حلوة، والله حرام هالشي. انت كمان كنت ضحية حبك معه؟ يلا قومي، قومي وخدي نفس لقلك. تعالي أهلين حضرة الوكيل. زينب كراكوي صارت بالنظارة هلأ. اللي شو اللي بده يصير بعد هلأ؟ اليوم ما رح يفرجوا عنا، لا تقلقي. بكرة رح تتحول على المحكمة ورح يتم النظر بالقضية، والقاضي رح يصدر حكمه وهي محبوسة. ممتاز، على الأغلب رح تنحكم بأقسى عقوبة. شكراً لك. عم تفهم؟ أنا رح أخذ ابني منك. كل يوم عم يمرق علي وأنا مقهورة إنه ابني ماله معي. صدقني مثل ما عذبتني أنا رح عذبك، ورح دفعك الثمن غالي. رح تطلع روحك من البكي يا بنت. خلصنا بكي، حاجة بقى. Thank you.
ديما، انت شو فكرة حالك عملتي؟ شو الموضوع عمران؟ شو عم يصير معك؟ انت بتعرفي منيح شو عاملة، هلا بدك تحكي لي كل شيء. قصدك رفيف على الأغلب، عم تحكي عن الشكوى اللي قدمتها مزبوط؟ شو هاد؟ لك شو هالجرأة اللي عندك؟ انت فيكي تفهميني كيف بتشتغلي من راسك بدون ما تقليلي؟ يعني انت ليش معصب مني عمران هلا؟ لتكون انت كمان استشرت المحامي؟ انت شو عرفك بالشي اللي عم بعمله؟ اسمعيني منيح، انا متأكد انه رجعت لك الافكار الشيطانية. شو عم تخططي انت؟ لك لتكوني انت عم تراقبيني. انا ما عملت هيك شي، وشو فايدة هالحكي هلا؟ على شوي انت كنت رح تشتكي على ام ابنك، ولا غلطانة؟ بس انا ما اشتكيت. ماشي، معناتها انا عملت الشي اللي لازم ينعمل لانك انت ما تجرأت تعمله. اسمعيني منيح، اصحك تتدخلي بشغلي مرة تانية. بعرف كتير منيح امتى وكيف لازم اعمل اللي بدي اياه، مو انتي؟ شو عم يصير معكم يا اولاد؟ يه، مو معقول انتو صواتكم واصل لفوق؟ سألي لابنك مرت عمي، بسبب رفيف خانم انا عم تبهدل هلا. ابني؟ امي انتي بتعرفي الموضوع، بلا ما نتناقش هلا لو سمحتي. معك عم، مزبوط كلامك، هالشي اللي عم يصير فينا غيمة سودة حايمة فوق عيلتنا. أبوك المسكين فوق ما حدا بيعرف وضعه بين الموت والحياة، فعلا ما في داعي نتناقش كرمال وحدة ما بتستاهل. معك حق ابني. أمي في مجال بلا هالكلام هلا؟ كلامي ما في شي غلط ابني، لازم تفهم، رفيف لازم تتحمل نتيجة أفعاله. خالص حاجة كل شوي تقلي أمي. ابني ليك اسمع مني، تركها ترحب الشي فترة والأسهم رح يضلوا إنه شو بدك أحسن من هيك؟ ما عاد فيها تشوف مراد نهائيا، بتصير حياتنا أحسن من قبل بكتير. وأنا الهبلة، أنا اللي كنت فكرت أنها بنت طيبة ومسكينة وعلى لياتها، بس والله طلعت أنا الدرويشة والمسكينة. لك البنت كان همها بس تجيب مصاري. يا ريت تتأدب لها شوي. لوين رايح ابني؟ عمران، عمران، الله يلعنك، كركب فينا حياتنا. هاد بابا وهذا أنا وهي أنتي. برافو ابني ذكي شطور، مو معقول شو شطور يا روحي. مراد يلا بكفي هيك، تأخر الوقت حبيبي، يلا عالنوم ماما. أمي أنتي كمان تعي معنا. مراد، 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 لا تتركني مراد، لا، تعال لعندي ابني حبيبي، لا تروح مراد حبيبي، مراد لا. في ايه؟ قومي، شايفة كابوس؟ أنا شو عم بعمل هون؟ ليش مين منا بتعرف شو عم تعمل بهالمكان البشع؟ يا ربي شو بدي أعمل؟ كيف بدي أطلع من هون؟ قولي لي كيف بدي رجع مراد لحضني؟ كيف؟ يا ريت لو كان فيني يكون دولج روحك.